ندوة بالرباط ناقشت التحديات المرتبطة بتعبئة المياه والحفاظ على التربة من أجل تكيف أفضل مع التغيرات المناخية. المشاركون في الندوة أكدوا أن تعبئة المياه تتطلب جهوداً هائلة وإنجاز مشاريع كبرى كتشييد السدود وإعادة استخدام المياه العادمة في القطاع الزراعي، إلى جانب مشاريع استعمال المياه في مجال التهيئة الهيدروفلاحية. الندوة تتيح تبادل الرؤى والاطلاع على مقاربات متنوعة للحفاظ على التربة والمياه، فضلاً عن أنها مناسبة لاستعراض تجارب الدول الإفريقية على مستوى الزراعة المطرية. أعتقد أنه من الواجب تضافر الجهود والتفكير في وسائل بديلة لتعبئة المياه على وجه الخصوص، وتحلية مياه البحر والاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه العادمة، لا سيما وأن المغرب راكم تجربة متميزة في هذا المجال. اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات ولتعميق النقاش حول أهم الإشكاليات الراهنة التي تعرفها القارة السمراء كندرة المياه في بعض الدول وملوحة التربة في دول أخرى. أعتقد أن الهدف من مثل هذه اللقاءات يتمثل في جعل الدول الإفريقية قادرة على تدبير المياه بشكل عقلاني ومستقل على كافة المستويات، وابتكار طرق تمكن الفلاحين من الرفع من قدراتهم الإنتاجية. وتم خلال الندوة التطرق إلى محاور أخرى من بينها الاستراتيجيات البديلة للتعامل مع ندرة المياه وتثمين مياه الري وتدبير أنظمة السقي والانعكاسات البيئية للصرف الصحي.